أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من منع من الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين صدق الله.